ضربة غامضة وخاطفة في نفس الوقت طالت أعماق الأراضي البيلاروسية ليلة يوم أمس، ومن تحدث عن هذه التفاصيل هي المعارضة البيلاروسية المتمركزة في بولندا بهذه الطريقة. وأيضا وكالة رويترز نقلت هذه التفاصيل مع الكييف إندبندنت، مع شخصيات مهمة بيلاروسية تحدثت عن تفاصيل استخبارية خطيرة عن هذه العملية التي طالت هذه الطائرة التي ترونها أمامكم، وهي واحدة من أهم الطائرات الروسية للاستطلاع والرصد الجوي، وهي الأوكس A50U التي ترونها. هذه الطائرة تصل قيمتها إلى 300 مليون يورو، أي بما معنى نصف مليار دولار، قيمة كبيرة جدا لهذه الطائرة التي هي طبعا تعتبر من نفس التصميم والديزاين لطائرة إليوجن 76، نفس الشيء، فقط أن هنالك الرادار الذي ترونه فوق وعلى ظهر هذه الطائرة بكل تأكيد. والعديد من الخبراء الروس وحتى الخبراء العسكريين بشكل عام قالوا بأن روسيا لن تتمكن بعد الآن إذا ما تدمرت هذه الطائرات من صناعة طائرات مثيلة لها، لن تستطيع من عملية إيجاد أي طائرات مثيلة لها بهذه التعقيدات وبهذه المعدات الخاصة بهذه الطائرة. هي قادرة على عملية المنتنانس والصيانة الخاصة بالطائرة، ولكن لن تتمكن من الوصول لمثل هذه الطائرة أبدا، وذلك بسبب أن الطائرة قد أوجدها الاتحاد السوفيتي تحديدا، والمصانع الموجودة في طشقند في أوزبكستان هي التي صنعت هذه الطائرة. وعلى هذا الأساس لن تتمكن روسيا من الوصول إلى التعقيدات الخاصة بهذه الطائرة، ولهذا السبب أن روسيا كل ما تمتلكه من هذه الطائرات المهمة للغاية هي 9 طائرات فقط. طائرة والتي هي ونحن معنيين بها اليوم موجودة طبعا وتعمل في بيلاروسيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك واحدة منها تعمل أيضا في الداخل الروسي، وأيضا الطائرة الأخرى من شبه جزيرة القرم، وبالتالي هم يغطون الجبهات بأكملها ويرصدون كل صغيرة وكبيرة تجري في الداخل الأوكراني من خلال هذه الطائرات. ما الذي جرى؟ كانت هنالك طائرتين مسيرتين فجأة ليلة يوم أمس قامت بمهاجمة هذه الطائرة في قاعدة عسكرية موجودة في العاصمة البيلاروسية مينسك، وقامت بمهاجمة هذه الطائرة وسمع طبعا انفجارين، والانفجارين قد طالت هذه الطائرة تحديدا وضرب الرادار الخاص بهذه الطائرة جسد الطائرة، إلى درجة بأن التفاصيل التي نشرت عن هذه الطائرة بأنها تضررت كثيرا، وليس من المرجح بعد الآن أن نرى هذه الطائرة مرة أخرى وهي تحلق في بيلاروسيا. يعني باختصار أن روسيا خسرت هذه الطائرة ولن تجد مثيلة لها. وبأن المعارضة أيضا أضافت تفصيلا مثيرة للغاية، قالت بأن هذه الطائرات المسيرة التي استخدمت مطلقيها هم كانوا أساسا بيلاروسيين ومن داخل الأراضي البيلاروسية، بيلاروسيين مواطنين بيلاروسيين هما اللذين طبعا نفذا هذه العملية، وقد خرجا خارج البلد بأمان. لم يوضحوا إذا ما كانوا قد ذهبوا إلى أي من الدول الأوروبية أو دخلوا إلى روسيا أو إلى أوكرانيا، ليس واضحا أبدا العملية التي جاءت. وإذا ما أردنا أن نذهب إلى تفاصيل أكثر، فهي كانت في نقطة عسكرية مهمة تستخدمها روسيا إلى جنوب مينسك، وهي ميتشيلشي، وهذه هي طبعا مينسك التي ترونها، وهذه هي ميتشيلشي طبعا. وإذا ما حاولنا أن نأخذ صورة أوضح لهذا الموقع ولهذه القاعدة المهمة، فكان هنالك رصدا ومتابعة لهذه الطائرة التي استهدفت منذ فترة لا بأس بها. آخر صورة للقمر الصناعي لهذه الطائرة وجدوها أساسا موجودة في هذا المربع أو في هذا الاتجاه أو في هذه النقطة من القاعدة في 19 فبراير بحسب الأقمار الصناعية. لاحظ هذه الطائرة أمامك وهذه هي واضحة متواجدة في هذه القاعدة، والقاعدة مؤخرا أصبحت طبعا مركزا لهذه الطائرة لعملية انطلاقها وعودتها طبعا. كذلك أن هذه الطائرة ظهرت منذ مارس العام الماضي تقريبا بعد أقل من شهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أحد المواطنين البيلاروسيين قاموا بعملية تصوير هذه الطائرة وهي على ما يبدو تهبط على إحدى القواعد طبعا، وكما تلاحظون صورها بشكل واضح وهي طائرة الـ A50U الأوكس الروسية. لاحظ بأنها هبطت انخفضت بشكل واضح طبعا، وهذه تعود إلى مارس من العام الماضي. وكما نلاحظ ما حاولنا أن ندقق هذه التفاصيل التي رأيناها الآن ولنأخذ لونا واضحا من هذه الصورة، سنلاحظ بأن المواطن واضح جدا بأنه قد توقف بسيارته وقام بالتصوير، وهذا يعني بأننا أمام طريق هنا
هنا طبعا منطقة مزروعة مفتوحة واضحة جدا، وبأن هنالك كتلة أشجار نوعا ما مميزة في هذا المكان المفتوح طبعا، والطائرة كما تحدثنا كانت في مرحلة هبوط وتمكن من تصويرها بهذا الشكل الواضح والشكل المثير. الآن أيضا كانت هنالك معلومة وقالوا بأنها في بارانوفيتشي التي هي متواجدة طبعا في بيلاروسيا، إحدى المدن أيضا المهمة طبعا في تلك المنطقة. وإذا ما حولنا من الهبوط إلى تلك القاعدة لكي نلاحظ طبيعة الرصد التي كانت موجودة، هذه هي بارانوفيتشي وهذه هي القاعدة التي ترونها الآن وسنقترب منها طبعا، وهذه هي القاعدة الآن إذا ما توقفنا. ودعونا نتوقف قليلا هنا في هذه النقطة ونحاول أن نكبر الصورة لبارانوفيتشي، وسنلاحظ بأننا فعلا أمام هذه القاعدة. المساحات والمساحة الوحيدة الواضحة هي هذه المساحة مع كتلة الأشجار التي لا يبدو شيئا بأن قريبا منها، وأن هنالك طريق واضح جدا. وعلى هذا الأساس دعونا نهبط ونتجه إلى اليسار قليلا ولنأخذ الصورة بهذا الشكل ونحاول أن نقترب من هذه النقطة التي تحدثنا عنها. وبالتالي بالهبوط بهذا الاتجاه وبالتوقف فإننا أمام نفس العلامات التي ظهرت أمامنا، هذه هي كتلة الأشجار التي تحدثنا عنها، مساحة واضحة، هذا هو الطريق الواضح بأنه أوقف سيارته هنا وطبعا قام بعملية التصوير. والطائرة عندما جاءت هي جاءت إلى هذا المطار ألا وهو بارانوفيتشي الذي تحدثنا عنه لهذه القاعدة العسكرية المهمة. وأيضا هذه القاعدة أساسا كان هنالك العديد من الرصد لهذه طبعا لهذه القاعدة تحديدا. وبالتوقف هنا فإن هنالك وكانت هنالك عملية رصد لعملية تواجد هذه الطائرة مع طائرات أخرى كما تحدثنا أيضا في نفس التاريخ في مارس من العام الماضي هنا في هذه المنطقة. صورة قادمة من MHSAT International هي التي وضحت توقف هذه الطائرة كما تلاحظون من الـ A50U، وكانت الـ A100 أيضا هي تعتبر من طائرات الأوكس وهي مطابقة ومقاربة تماما للـ A50 وكذلك الـ Illusion 76 التي تحدثنا عنها. وبالتالي هذه الطائرة كانت مرصودة طيلة الوقت، يريدون ضربها ويريدون توجيه ضربة لهذه الطائرة. وهذا باختصار شديد جدا الضربة التي تحدثنا عنها كيف من الممكن أن تؤثر. عندما نبتعد الآن ولكي نأخذ صورة أكبر لهذا الموقع وكيف أنها ممكن أن تؤثر مثلا على وضع الحرب تحديدا، فأنت ستلاحظ بشكل واضح بأن هذه هي مينسك، وستلاحظ بأن هذه بارانوفيتشي، وهنا طبعا كييف التي تلاحظونها. تحدثنا أن الطائرة كانت قد ظهرت هنا، والطائرة استهدفت بحسب هذه المعلومات في القاعدة العسكرية التي تستخدمها روسيا إلى جنوب طبعا العاصمة البيلاروسية مينسك طبعا. وبالتالي الطائرة واضح أنها كانت تذهب ذهابا وإيابا وترصد كل صغيرة وكبيرة موجودة في هذه المنطقة، بل إنها أيضا لديها نظرة مما يأتي من بولندا مباشرة إلى داخل الأوكراني. بالتالي فقدت الآن روسيا على ما يبدو من ظل هذه وفي ظل هذه الأنباء التي قد تأتي منها تحديثات من الأقمار الصناعية وستوضح لنا بالضبط ما الذي جرى. هذه الضربة على ما يبدو بأنها أزعجت روسيا كثيرا وأزعجت القيصر الروسي فلاديمير بوتين، حيث أن فجأة وبعد ساعات من هذه العملية جاء هجوم، وفجأة صافرات الإنذار دوت أوكرانيا ودوت هذه المدن التي ترونها ومن ضمنها العاصمة الأوكرانية كييف. لاحظ المناطق التي هي طبعا محاذية لبيلاروسيا دوت فيها صافرات الإنذار، واستخدمت فيها 14 طائرة مسيرة من نوعية شاهد 136 روسيا أطلقتها مباشرة على داخل طبعا الأوكراني. ووزارة الدفاع الأوكرانية كما تلاحظون أعلنت عن هذا الهجوم وأعلنت عن قدرتها وتمكنها من إسقاط 11 طائرة من هذه الطائرات الإيرانية الخطيرة للغاية، وهذا يعني بين ثلاثة من هذه الطائرات تمكنت من اصطياد أهدافها، ودائما أهدافها تذهب إلى منشآت الطاقة الموجودة في أوكرانيا. ولكن حتى هذه اللحظة لا أنباء نهائيا قادمة رسمية لا من روسيا ولا من بيلاروسيا، ولكن هذا الهجوم وبعد ساعات من الهجوم الذي تحدثنا عنه على بيلاروسيا وعلى هذه الطائرة الاستراتيجية المهمة هي قد تعطينا فكرة بأن روسيا قد تعتقد أن أوكرانيا هي التي قامت بهذا الهجوم. فأوكرانيا في الفترة الأخيرة استخدمت هذه الطائرة ألا وهي طائرة مسيرة سوفيتية طوروها الأوكران وهي TU-141، طبعا استخدموها في العديد من العمليات التي شهدناها على قواعد استراتيجية تتواجد فيها قاذفات وطائرات استراتيجية نووية مهمة للغاية في العمق الروسي. أكثر من مناسبة استخدموا هذه الطائرات، وبالتالي هذا قد يوضح
إن قصة إن بيلاروسيين من الداخل في بيلاروسيا قاموا بهذه العملية قد لا تكون هي الحقيقة، قد يكون نوعا من التمويه، وقد نكون أمام عملية أوكرانية. طبعا بغض النظر عن هذه المسألة، كما تحدثنا لا روسيا ولا بيلاروسيا تحدثت عن هذه القضية، ولكن هذه المسألة خطيرة للغاية، وتحديدا ليست من الجانب الروسي أبدا، وإنما من ردة الفعل البيلاروسية، وتحديدا من الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، الذي كان واضحا في منتصف هذا الشهر تحديدا في 16 من فبراير، كانت قد نقلت CNN تصريحات هي وعدد من الوكالات الغربية طبعا بأن بيلاروسيا والرئيس البيلاروسي قال بصراحة بأننا لن ندخل لهذه الحرب إلا إذا تم الاعتداء علينا وتمت مهاجمتنا. وكانت له الكثير من التصريحات بأنكم أيها الأوكرانيون وأيها الأعداء، إن استهدفتم مطاراتنا فإننا سنرد عليكم مباشرة وخلال ثانية واحدة، لن نتقبل أي هجوم أو تهديد ممكن أن يحدث لنا. أيضا في نفس الوقت كانت هنالك اليوم اجتماعات مكثفة للرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو كما تلاحظون، مع عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية، جاءت عدد من الصور لعملية اللقاءات، وتحدث عن التوتر الجاري في الحدود بين بيلاروسيا وبين أوكرانيا. وهذا يوضح أن الأمور فعلا في لحظات صعبة، وأن هذه الحرب قد تتطور وقد تصل إلى نقاط لا تحمد عقباها أبدا. مع هذا الأمر ومع هذه التطورات، فإن روسيا مستمرة في تحقيق ما تريد تحقيقه، ألا وهو التقدم إلى شرق أوكرانيا وفي هذه المناطق الحمراء، وتحديدا في دانييتسك، وتحديدا في باخموت. هنالك معركة كبيرة تتطور بشكل كبير في هذه المنطقة التي نتحدث عنها. طبعا دعونا نأخذ عددا أولا من النقاط لكي نفهم التفاصيل التي نشرت من قبل معهد دراسات الحرب وكذلك وور مونيتور الأوكراني. هنالك طبعا بالبداية وقبل أن ندخل في التفاصيل، هنالك بحيرة هنا بهذا الاتجاه الذي ترونه، وأيضا هنالك بحيرة هنا، وهذه هي باخموت التي ترونها، وأيضا هنالك طريق مهم للغاية هو لا زال متاحا للأوكرانيين، يمتد من باخموت مباشرة. ودعونا نضع تعديلا على هذا اللون لأننا بحاجة إلى اللون الأخضر، هي قادمة هذا الطريق من باخموت إلى تشازيفيار. طبعا القوات الأوكرانية وأوكرانيا تسيطر على تشازيفيار، لا زالت مسيطرة طبعا على باخموت وصامدة في هذه المنطقة، وأيضا هي متواجدة هنا في إيفانيفسكا، وطبعا متواجدين بشكل عام في هذه المناطق، وأيضا بوهدانيفكا لا زالوا متواجدين فيها، وهذه المناطق طبعا لا زال الأوكرانيين حاضرين بقوة. وبالنسبة للقوات الروسية طبعا، لقوات فاغنر، إذا ما تحدثنا عن سرية فاغنر فهي موجودة بقوة في هذه المناطق، وأيضا متواجدة بهذا الشكل. حتى قوات VDV الروسية، وهي القوات الخاصة الروسية، أيضا تقاتل كتفا لكتف مع فاغنر في هذه المعركة الكبيرة التي سيتذكرها طبعا الكثيرون. وأيضا أن القوات الروسية تمكنت في الفترة الأخيرة، وهذه مسألة مهمة، بأنهم وصلوا وسيطروا على ياغدنا التي ترونها، وأيضا سيطروا بعد ذلك على برخيفكا، والتطور الجديد الذي جاء بأنهم سيطروا على ديبوفو فازليفكا هنا بهذا الاتجاه، قرية صغيرة سيطروا عليها، وهذا يعتبر تطورا وتقدما استراتيجيا بالنسبة للقوات الروسية. بل إنها أيضا القوات الروسية تمكنت من عملية التقدم بهذا الاتجاه من هذه البحيرة التي ترونها، وبدأوا يضعون بوهدانيفكا تحت الضغط التي يسيطر عليها الأوكرانيين. وسبق وأن تحدثنا في الأيام القليلة الماضية، الأوكرانيين قد شكلوا خط دفاع، ودعونا نأخذ اللون الأصفر الذي يمثل طبعا الأوكرانيين، شكلوا خط دفاع وسطي في هذه المنطقة، وبدأوا بتشكيل خط دفاعي كبير في تشازيفيار، والذي يبدو على المستوى العملي بأن الأوكرانيين بدأوا يهيئون استغلال هذا الطريق الأخضر من أجل الانسحاب من الضغط طبعا الروسي الكبير. فالروس متواجدين في كل مكان، حتى أنهم يضغطون على إيفانيفسك هنا بهذا الاتجاه. وبالتالي التطور الجديد الذي جاء بأن القوات الأوكرانية عمليا أعطت رسالة للروس بأننا لن نستسلم في هذه المنطقة، وقاموا بضرب هذه البحيرة تحديدا، ضربوا السد الموجود في هذه البحيرة، وقاموا بعملية إغراق هذه المنطقة بأكملها التي ترونها الشمالية، أغرقوها بالتمام والكمال، وأصبحت كالحاجز وكالنقطة الدفاعية التي تمنع
القوات الروسية من تحقيق أو الاستمرار في الهجوم الضاغط الذي يأتي طبعا من الشمال، ولكنهم في نفس الوقت بدأوا يضغطون على إيفانوفسك، وأيضا بدأوا يأتون وبدأوا بالضغط من هذه المنطقة بعد وصول القوات الروسية إلى المقبرة هنا تحديدا في باخموت التي تأتي في جنوب باخموت، وأصبحوا على بعد ما يقارب كيلومتر ونصف فقط من المبنى الحكومي الذي يأتي في هذه المنطقة بجانب العالم طبعا إلى اليمين، وبأن هنالك ضغط كبير حتى أنهم أصبحوا قريبين من نهر باخموت الذي ترونه هنا بهذا الاتجاه. وبالتالي القوات الروسية والقوات الأوكرانية الآن في ظل التقدم أيضا للقوات طبعا الروسية تجاه بوغدانيفكا وخط الدفاع أن هنالك ضغط كبير، وهذا ما قد يرشح أن القوات الأوكرانية الآن قد فعلا تهدف إلى ضرب السد الموجود في هذه البحيرة التي تبدو، وبأنها طبعا بحيرة أكبر نسبيا من هذه البحيرة التي ترونها هنا، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى إغراق هذه المنطقة وفصل هذه القوات بأجمعها وجعلها إلى مجاميع وتحويلها إلى مجاميع صغيرة، مما سيسهل الدفاع طبعا على الأوكرانيين. ويجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة، بأن في ظل هذه التطورات التي نتحدث عنها والتي ممكن أن تشهد تصعيدا كبيرا، أن قائد القوات البرية الأوكراني وهو أولكسندر سيريسكي كان قد حضر، والتقارير تحدثت من بداية هذا الأسبوع هو قد دخل إلى باخموت، وهذا الرجل هو يعتبر العقل المدبر الذي أدى والذي قاد عملية الدفاع عن كييف وتمكن من النجاح ضد الهجوم الروسي الكبير الذي جاء على العاصمة الأوكرانية، بأنه متواجد الآن في باخموت ويقود العمليات البرية بعد ضربة السد التي جاءت في هذه البحيرة، مما يرشح الكثير من السيناريوهات بأنهم يريدون الاستنزاف بشكل أكبر. رغم ضراوة المعارك، رغم كل هذا الحديث، إلا أن هنالك تطورا مهما على المستوى الدبلوماسي قادم هذه المرة من المملكة العربية السعودية. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان توجه مباشرة إلى كييف كما تلاحظون هنا، وظهر مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ولم يتحدثوا عن مسألة مثلا دعم عسكري أو غيرها وبأن السعودية أصبحت مع أوكرانيا، لا أبدا، هم تحدثوا عن السلام. فالمملكة العربية السعودية تمتلك علاقات متزنة وقوية مع جميع الأطراف، ومن الممكن أن تلعب دورا كبيرا في إنهاء هذا الحرب. إسرائيل نوعا ما ابتعدت طبعا عن روسيا وأصبحت مع المجتمع الدولي في ظل التطورات مع إيران، ولكن أوكرانيا و ودخول المملكة العربية السعودية على خط الدبلوماسية قد يعني الكثير بالنسبة لنا. وهنا السؤال، كيف من الممكن أن تنتهي هذه الحرب؟ هنالك سيناريوهين فقط لا أكثر، وقد تكون هنالك سيناريوهات أكثر في هذه المسألة طبعا، ولكن بشكل عام الروس واضح جدا نريد، وهذا ما يقولونه، نريد لوغانسك، نريد دانييتسك، ونريد زاباروجيا، ونريد كذلك خيرسون. السيناريو الأول أن الروس يتقدمون في هذه المناطق ببساطة، وبعد ذلك يبدأون بعملية التفاوض مع الأوكرانيين، ويقولون لهم ببساطة: أيها الأوكرانيون، نحن بالنسبة لنا نريد منكم أن تعترفوا بشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا لوغانسك ودانييتسك، لأنها تاريخيا مهمة بالنسبة لنا، وممكن لنا أن نعطيكم زاباروجيا وخيرسون، وتستطيعون أن تكونوا متواجدين هنا من دون أي مشاكل، وأن تعودوا طبعا إلى بحر آزوف الذي ترونه هنا، يعود لكم الترتيب، ولكن نريد اعترافا دوليا في هذه القضية. النقطة الأخرى والخطيرة في هذه المسألة، بأننا يجب أن ننتبه أن الجانب الأوكراني يهيئ إلى هجوم كبير في الفترة القادمة، صدق أو لا تصدق، مع كل أنباء التقدم الروسي، فهنالك الدبابات بدأت تتدفق، إذا كانت من الدبابات طبعا الاتحاد الأوروبي أو الناتو، دبابات الليوبارد، أبرامز، الدبابات البريطانية وغيرها، وبأن الأوكرانيين يريدون استغلال هذه الدبابات في هذه المعركة خاصة، وبأن الأوكرانيين يجب أن نعلم بأنهم لا زالوا متواجدين بنسبة 50% سيطرة في دانييتسك، طبعا هم لا زالوا موجودين في دانييتسك بنسبة 50%، وبالتالي قد يكون واضحا بالنسبة لهم بأننا نريد التقدم ببساطة إلى هذه المناطق، ألا وهي طبعا زاباروجيا، وكذلك نتقدم في خيرسون، وقد يندفعون بهذا الشكل الكبير باستغلال هذه الأسلحة، يحصلون طبعا على بحر آزوف بهذا الشكل، يقطعون الطريق الممتد الذي تستخدمه روسيا من دانييتسك طبعا مباشرة إلى شبه جزيرة القرم، ويفتحون النار على شبه جزيرة القرم، ولكن شبه جزيرة القرم مستبعد أن يكون هنالك أي شيء تحديدا من القوات الأوكرانية، لأن الروس كانوا واضحين أن تقدمتم وحاولتم على شبه
شبه جزيرة القرم، فسنستخدم الأسلحة النووية التكتيكية ودخول العالم في حرب نووية. لا أحد يريد هذا الأمر بكل تأكيد، وبالتالي قد يستخدمون هذا السلاح للصمود في دانييتسك، التقدم في زاباروجيا، التقدم في خيرسون، ولكن ماذا عن الدبلوماسية هنا؟ ليس واضحا أبدا. وبالتالي هنالك العديد من التحليلات، العديد من التفسيرات لما ممكن أن تؤول إليه الأمور، ولكن سؤال الأهم هذا التطور الخطير الذي جاء في بيلاروسيا، ما الذي ممكن أن ينتج عنه؟